تعمل ستورج بقلب ال بقلب بقلب السيارة فتحسنت تحسنت كمان كتير. أوكي. وآخر شغلة هلا بنجربها أكتر لما نروح على الأوفرودي سسبنشن. هنجرب دلوقتي أوفرود. إيه نحن نعمل أوكي. بس أنا هسوق. إيه بتسوق؟ مش مشكلة. أنا مجربها أنا مجربها. لا نحن تلاميذك. فعرفتي في عندك سسبنشن تحسنت، الستيرنج ويل تحسن، البرسيفت كواليتي تحسن، والصوت بقلب السيارة تحسن، فهيدي كلها ككونفورت اون بورد بتعمل فرق كبير. هلا اكيد القعدة تغيرت احسن، حكينا عنها كمان. الجراوند كليرنس او الارتفاع بتاع العربية 20 سم مش كده؟ ايه الدايمنشنز هي ذات عالية زي اللي قبليها ما تغير. ال 20 سم دول في اي حد من الكومبيتيتورز عنده جراوند كليرنس 20 سم؟ اذا بتاخذ الدايمنشنز تبع السيارة اعلى دايمنشن بالسجمنت تبعها بكل الاسبكتس، يعني بالعرض بالطول وبالجراوند ديستنس. اوكي اوكي. طيب و الديفرنشال لوك بتاعها من نيسان او للاسف الفيتيز بتاعها من نيسان. ليش ما في يعني ما في تقولها من رينو هيدي من نيسان؟ لا هي لا على فكره هي شركه واحده بالعكس. هو يعني بالمناسبه انا مش بقلل من نيسان، يعني نيسان عندهم البترول واللاند كروزر، اسف البترول وال اسمها ايه الاكس تريل والاكس تريل، يعني يعني عندهم اكسبيرينس بيسموه عندكم ايه البترول ليها اسم في الخليج البترول لا لا ليها اسم نيك نيم يعني اسم دلع كده مش عارف ثعلب الصحراء باين او حاجه زي كده انا مش فاكر انا الصراحه الاسامي ما بعرف. فاعتقد الديفرنشال لوك ده 50-50 بيتهيألي بيوصل اللوك لغايه 50% which is very good 50% توزيع بين قدام صح. طيب بالنسبه للسيرفيس والوارنتي في الخليج انتوا عاملينها ازاي؟ لكن الوارنتي 3 سنين 100,000 هي على مستوى الشرق الاوسط كله مع اكسبشن بالسعوديه. عملنا 5 سنين 150,000 كيلومتر للسوق السعودي بس للسوق السعودي. علشان يبقى عشان الحر ولا عشان الكومبيتيتورز؟ لا علشان هيدي الستاندرز تبع الماركت. اوكي. وعندنا بيج امبيشنز بالسعوديه خاصه مع هلا الومن درايفنج. اوكي. ما فينا نكون في جاب، فقلنا بنعمل تست بالسعوديه لانه علي اكثر شيء اهميه هيدا الموضوع. اوكي. وحسب الفيدباك بنعمم الموضوع او لا على الشرق الاوسط. اوكي. طيب عامة سريعا قبل ما ننهي الجزء ده حابب بس اقول او اكشلي مش انت معاك الورقه، طب ما تقول لنا كده بسرعه السبيكس بتاعه التوب سبيد والزيرو 100 علشان برضه نبقى قلنا للناس 161 على ال 1.6 انجن وعلى 161 كيلومتر في الساعه. اوكي بتاعه ال 1.6 صح اللي هتتباع في مصر. اوكي 2 لتر عم بتسوقها هلا 178 اوكي. والحصان الحصان 135 هالسياره عم بتسوقها هلا و115 سياره ال 1.6. وعندك التورك كمان ولا مش جايبين تورك؟ بلا التورك 156 لسياره ال 1.6 و195 لسياره ال 2 لتر اللي احنا فيها. اوكي. هو انا دايما بسال على التورك يا جماعه علشان اللي عايز يروح يشتري عربيه ما يروحش يسال على السي سي ولا يسال على الهورس باور، يسال على التورك. التورك هو ده اهم حاجه في سحب العربيه سواء وانت محمل العربيه او مش محمل، وبالذات وانت محمل العربيه اهم حاجه هو العزم. ما بطلوا تسالوا العربيه دي كام حصان وبطلوا تسالوا العربيه دي كام سي سي، اهم حاجه العزم. العزم الكويس اللي هو ستارتنج 150 يعني 160 170 يعني اي حاجه فوق ال 150 160 يبقى انت كده في السيف سايد. يعني شو احسن سياره بالتورك محمد؟ عندك البنتلي والديزل، يعني عندك طبعا البنتلي في 900 نيوتن متر و 850 نيوتن متر حاجات كده. فكرتك هتقول لي زوي
مع انه سقناها سوا. لا هيدي مهمه هي زوي كده متذكره انه السيارات الكهرباء عليها تورك مخيف انستنت تورك. هي كانت كام الزوي كام نيوتن متر؟ كانت 250 باين فيها اهي 250 260 هو هو مروان طبعا يقصد ان العربيات الكهرباء التورك بتاع العربيات البنزين والديزل بيبقى زي الدايجرام كده بيطلع فوق بكيرف عالي. طبعا الديزل طبعا التورك بتاعه اعلى بكتير بسبب ان الكومبريشن ريشيو بتاعه او نسبه الانضغاط بتاعه السلندر بتبقى حوالي مثلا ايه 20 لواحد او 19 لواحد. الكومبريشن ريشيو بتاع المواتير الجازولين اللي هي البنزين العاديه يعني بتبقى مثلا ايه 10 لواحد. 10 لواحد يعني ده معناه ايه عشان برضو الناس برضو تبقى فاهمه لو دي غرفة الحريق دي المسافة اللي البيستن بيطلعها وبينزلها عشان يضغط الخليط بتاع البنزين والهواء. لو مثلا في الديزل الغرفة دي بيبقى طولها 20 سنتي فبيطلع لغاية ما تبقى سنتي واحد وبعدين بتحصل حاجة اسمها سيلف اجنيشن اللي هو الاحتراق الذاتي يقوم الخليط ده يقوم نازل البيستن اللي تحته عشان هو ده اللي بيسموه التورك اللي هو بينزل بقى على اللي بيسموه عندنا بالعربي يعني بالعربي الحدافه يعني لما البيستن بينزل ويعمل العزم على الحدافه. العربيات الكهرباء اول لما تدوس تلمس الدواسه يبقى عندك التورك كله على طول من اول ثانيه مفيش بقى لسه الار بي ام هيطلع ويعلى والكلام ده كله. عشان كده مروان كان يقصد ان التورك بتاع العربيات الكهرباء احسن بكتير من العربيات البنزين والعربيات الديزل. انا ما خدتش بالي طبعا احنا خرجنا بره موضوع الكهرباء عشان احنا كنا عاملين بنتكلم على البنزين والديزل وكده فهو لما سالني سؤال ايه احلى ايه اعلى تورك فانا ضربت على طول مخي ضرب على طول في البنتلي والعربيات اللي هي اللي فيها تورك بقى 800 و900 نيوتن متر يعني. اوكي طيب احنا كده قربنا على الاوف رود تراك. احنا مبدئيا كده اتكلمنا اولموست في كل حاجه. فاصل صغير هنرجع لكم تاني. في اي حاجه تحب تقولها قبل الفاصل مروان؟ شوف انا بدي اتشكرك على تاني انترفيو هيدي بنعملها. الله يخليك شكرا ليك على وقتك انت منورنا حبيبي. وجهك خير وجهك خير علينا. اول ست شهور كسرنا ريكورد المبيعات بالشرق الاوسط زايدين 40% بماركت نازل 80% بمصر الماركت زايد 40% ونحن زايدين 200% بالخليج نازل 200% 200% بالخليج الماركت نازل 12% زايدين 75% بلبنان الماركت نازل 5% نحن زايدين 5%. فهيدي كلها بتبرهن انه في استراتيجي قويه في بوتنشل كبير لرينو ان شاء الله. واو. وعم نرجع على مستويات ماركت شير اللي هي 4% على اول 6 شهور ان شاء الله السنه بنخلص من 5% مع الكونتريبيوشن تبع هيدي السياره. اوكي. ب 5% بنكون قربنا على مستويات معدل رينو بالعالم يعني هي 8-9% اللي هي الاوبجيكتيف تبعنا بدرايف ذا فيوتشر 2022. فالمومنتوم كثير بوزيتيف. واو. وكل ما نحكي معك بتعطينا كمان افكار حلوه. لا فيري بوزيتيف. لا بص دي ما تنفعش شكرا كده دي عايزه بقى ايه عربيه البين كده تبعتها لنا. انما شكرا دي اللي على الماشي دي ما تنفعش. خلاص ما قلناش حاجه. او مثلا تيست درايف بالعربيه الفورميلا 1 اللي كنتم زي الايفنت اللي انتوا عملتوه في الموناكو جراند بري. احكي لنا انا هحكي لك هو هيحكي لنا عنه بقى عن الايفنت بتاع العربيه الفورمولا 1 اللي عملوه في موناكو. شوف هيدي ب 24 جون كان سمحوا للمراه تسوق بالسعوديه فكنا نعمل شيء مهم بيجمع الباشن فور لايف والفرنش ديزاين. ثاقبت ب 24 جون في الجراند بري دو فرانس راجع قلنا بناخذ سيدة سعودية أسيل الحمر بتسوق نهار 24 جون. اسمها ايه؟ أسيل الحمر. أسيل الحمر دي عضوة في اتحاد السيارات السعودي 100%. تحياتنا لعبد الله بخشب صديق العزيز في الاتحاد السعودي بالمناسبة دي. والحاجة الثانية دي ده كان في سباق في مانيكور مش كده؟ لا الجراند بري فرانس بطل صار ب
بمنطقه ثانيه كانت مانيكور؟ لا بطلت مانيكور اليوم في فرنسا. كان كاستلي ولا كان كاستلي بتخيل كاستلي والله انا كاستلي بطل مانيكور. كان مانيكور كان مانيكور بالضبط. هلا رجع ده بقاله ايه؟ بقاله كثير شي 7 8 جران بري. ما في جران بري في فرنسا. اوكي فهيدي الباشن فور لايف مع سيارات الفورمولا 1 نهار الجران بري في فرنسا الفرنش ديزاين والمرأة السعودية فانها ظابطة لازم تروح تعمل اول لفة بالفورمولا 1 واجى عليها باز كثير بوزيتيف. طيب الحمد لله. انا سمعت لما قريت الموضوع ده انبسطت جدا الصراحه. كان نفسي فعلا ان احنا نبقى حاضرين الايفنت ده ونشوفه بنفسنا بسبب ان هي انا شايف ان هي يعني كانت فيري فيري سمارت موف من رينو ان هم ينظموا صراحه. محمد انا كنت بدي اعزمك تشوف الفورمولا 1 بس سالته اذا في اي اس بي. لا ده انت متفق مع رامي بقى. انت شايف شايف يا استاذ رامي عم بيتريق عليا اهو. طب انا بص انا متنازل يا سيدي عن اس بي غلط. انا في الفورمولا 1 في عربيه الاف 1 دي هعمل اكسبشن. وده بقول لك ايه ولو الفورمولا اي برضه لو ما فيهاش اس بي انا ما عنديش مانع ان انا حتى لو ما فيها ايزو فيكس حتى لو ولا ايزو فيكس ولا اي حاجه. قبل ما نخلص اخبار فورمولا اي اخبار موتور سبورت بشكل عام هيك الفوكس على الفورمولا 1 بدك يا هريف. اوكي الفورمولا اي رح تقلب على نيسان ضلها كمان اكيد بالالاينس. اوكي ونمبر 1 برايورتي هي الفورمولا 1 اوكي اليوم اكيد مجهزين حالنا للجران بري بابو ظبي رح يكون حتى كثير مهم لنا. اوكي فيها مفاجات حلوه اراوند الفورمولا 1 بس 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 انا عرفت انت ايه المفاجاه. بصوا يا جماعه مروان شكله هيعمل لي مفاجاه وهيخليني اسوق عربيه الفورمولا 1 في ابو ظبي. ليش سمحوا للرجال يسوقوا بمصر ما يتكرهش؟ لا ماليش دعوه انا ماليش دعوه بموضوع السعوديه ده وموضوع القانون الجديد. خلينا خلينا نترك المفاجاه. طيب لما نشوف المفاجاه شكلها يمكن حاجه ليها علاقه بالبين. من خلي انطرها تكون حلوه. خلينا نقدر نخبرك شيء بعد ثلاث اشهر. هي على فكره يا جماعه هي ليها علاقه بتهيالي بالبين بس هو طبعا مش هيقول لنا على اي حاجه دلوقتي بس انا هعرف لكم الموضوع ده هقول لكم قبل الجراند بري عشان تستنونا وتتابعوا معانا الاجواء الحماسيه اللي هتكون موجوده في ابو ظبي. طيب احنا خلينا نروح فاصل صغير يلا لغايه ما نوصل لمنطقه الاوف رود وبعد كده هنكمل نعمل فقره صغيره عن الاوف رود ونكون خلصنا التيست درايف بتاع الداستر ال 1.6 وال 2.0 اللي معانا. معانا او ما زال معانا مروان هايداموس المانجنج دايركتور رينو ميدل ايست المدير التنفيذي لرينو الشرق الاوسط وانا محمد شيطه. كنا في مدينه بيترا بيترا في المملكه الاردنيه الهاشميه. ان شاء الله فاصل صغير جدا سريع وهنرجع لكم على طول تاني ما تروحش اي حته. يلا سلام.